هذه الدبابات الأسرية تقتحم مدينة صبيخان. مدينة صبيخان تقتحم من قبل الجيش والأمن والشبيحة، يبحثون عن ناشطين، وتم مداهمة جميع المنازل. 28/11/2011، الدبابات الأسرية تقتحم مدينة صبيخان. مدينة صبيخان تقتحم، الجيش يقتحم مدينة صبيخان. مداهمات لناشطين. يبحثون عن ناشطين في مدينة صبيخان. مدينة صبيخان تقتحم من قبل الجيش والأمن والشبيحة، يقتحمونها بالآليات الثقيلة. 28/11/2011،